اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة على مامين. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نقدموا موقع جديد لربح العملات الرقمية، بالتحديد عملة التون كوين. تشترك في القناة، تفعيل الجرس بصركم كل جديد يخص العمل بربح مترين قناة على مامين، واللي عنده استفسار او تساؤل يجب متواصل معنا على صفحة رسمية خاصة بنا على مامين على فيسبوك انستغرام وتيك توك، وقناتنا على التليجرام الرابط القهوة في صندوق الوصف. قبل ما نشوفوا الموقع مساج تعملوا لايك لانه يساعد في انتشار الفيديو، تعليق اشتركوا في القناة، وكان تجمو تشيروا الفيديو ما بين اصحابكم. الآن نتوجه إلى الموقع، اسم الموقع واللي هو تون كينج، شبيه بموقع LTC كينج، وهذا موقع باش نشرحوا طرق الربح وإن شاء الله نقدم إثباتات سحب، ولأنه هنالك إثباتات سحب على اليوتيوب. رابط التسجيل تلقاوه في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت. بالإضافة إلى الموقع هذا تلقاوه مواقع عديدة مشابهة، كذلك مواقع لربح عملات رقمية، مواقع لربح رصيد بعير، وموقعنا الرسمي مامين إيرن لربح العملات الرقمية والباير والباينس. سامحوني طولت عليكم، كل شيء تلقاوه في صندوق الوصف. بعد ما توصل لهذه الواجهة تضغط على كلمة سين اب لكي تقوم بإنشاء حساب جديد. تخلي اليوزر نيم، البريد الإلكتروني، باسورد إعادة كتابة الباسورد، تكمل الكابتشا وتضغط على كرييت أكاونت. شباب قبل ما نشوفوا طرق الربح نشوفوا إثبات السحب. موجود إثبات سحب من قناة بيتكوين العرب كما قاعدين نشوفوا تون كينج، وإثبات سحب بسحبتني 3.2 دولار من عملة التون كوين. وبالنسبة لسعر عملة التون كوين واللي هي 6.4 دولار، عملة قاعدة تتعرف أكثر فأكثر، الآن أصبحت موجودة في باينانس، والبوتات التليجرام أغلبها موجودين في بلوكشين التون كوين. خلينا الآن نرجع للموقع، بما أنه حتى اكتشفنا كون الموقع صادق ويدفع، وان شاء الله انا شخصيا نقدم اثبات سحب من خلال هذا الموقع في المستقبل. نشوفوا اول طريقه للربح واللي هي الفوست، تكمل الكابتشا وتضغط على فري سبين وتحصلنا على هذا المبلغ من عمله التون. كل ساعه يمكن تكمل الكابتشا هذه. هنالك السيرفي، هنالك سي بي اكس ريسيرش، تيمول، وبيت لابس. ننصحكم بالتيم مول، نضغط على تيك سيرفي، وهنالك العديد والعديد من طرق الربح من خلال تيم مول. عندك السيرفي، استطلاعات واستبيانات، عندك الاوفر بول، هذوما الشركات من بينهم لوتابلي واد كيت ميديا، وكذلك تو روكس. تضغط على ستارت تلقى العديد من التطبيقات التي يمكن ان تحملها وتربح من خلالها. بالاضافه الى المهام، هنالك مهام عديده في التيم مول، تقريبا هناك 58 نوع من المهام. والكليكس واللي هي انك تشاهد اعلانات، تنتظر قليلا تجد اعلانات تشاهدها وتربح من خلالها. بالنسبة للسحب تضغط على ويدثرو، عندما تصل الى 100 نقطة تسحبها الى حسابك وتوصل لك في الحساب لموقع تونكينج. نشوفوا الافيليت، الافيليت اللي هي ربح 50% لأي شخص عمل الفوست، و كما قال يو ويل جيت 50 بالنسبة لكليم الفوست فقط، ولهذه الأربعة 0.4% ما يهمناش فيها. هذا رابط الإحالة الخاص بيك، تنصحوا تروجوا على أوسع نطاق. تشوفوا الباي أوت، الباي أوت هذه كلها إثبات سحب 26 دولار، 1 دولار، 0.69، وشفنا إثبات سحب منذ قليل من قناة بيتكوين العرب. عندك الترانزاكشن، هذه لا أعرف الصراحة، يمكن مع السحب والإيداع الخاص بالحساب. نشوف النوتيفيكيشن، ماذا موجود؟ يقول لك ثانك يو، به ما عليك إلا تفعل حسابك. تضغط على فيريفي، نضغط على فيريفي إيميل باش يوصل لنا الآن في البريد الإلكتروني اللي احنا مسجلين به. نضغط على هذا الرابط جو، تحصلنا على الأرباح تضاعف مرتين في هذا اليوم، وعشرة سبينات مجانا. نضغط على كولكت جو هوم. كما قاعدين نشاهدوا شباب، ننزل الأسفل ولا نضغط على الفوست، لدينا 10 سبينات مجانا. نضغط المرة الأولى، تحصلنا على هذا المبلغ كما قاعدين نشاهدوا. مرة ثانية هذا المبلغ، كمل السبينات ونرجع لكم شباب.
بعد ما كملت العشر سبينات نضغط على كلمة ويدرو، تشوفوا الحد الأدنى للسحب واللي هو 0.1 تون، تقريبا نص دولار الحد الأدنى للسحب من الموقع. تخلي الأدرس الخاصة بيك والتاج متاع الأدرس وتسحب عندما تصل إلى 0.1 من عملة التون. هذا حساب رصيدي مع بعد ما كملت سبينات 0.304 من عملة التون، حتى تصلون إلى الحد الأدنى للسحب. عليكم أن تشتغلوا على السيرفي والأفيليت والفوست، هذوما ثلاثة أشياء تشتغلوا عليها ويمكن أن تصلوا إلى الحد الأدنى للسحب وتربحوا عملة التون. نلتقي إن شاء الله في مواقع أخرى وإثباتات سحب ومجالات جديدة للعمل وربح الإنترنت من قناة على ممين. الله يوفق الجميع وإلى اللقاء.